سلام البنات، كديري لاباس عليكم؟ شخباركم؟ السلام عليكم. ليلى كبقيتي لاباس؟ الحمد لله. كبقيتي مع هذا الصاد؟ صاد الله كنستحملوش. شنو غديري لنا اليوم؟ اليوم غنديرو كرة تاع السرديل، غنديروهم غدا قلنا نشاركوهم معاكم ان شاء الله. كاين عندنا السرديل هو رقيناه وغسلناه وحيد ليه الجليدان، داكشي اللي كيتحيد حيد ليه كلشي. ايوا كاين القزبور، الفلفلة حارة، شوية الروز، التومة والتبزيرة فيها الملحة والبزار والكمون والطحميرة والحار اللي بغا يديرو، ومطيشة ديال الحك وشوية لاصوص مطيشة، ضروري لاصوص مطيشة. ملي بغاو نطيبو لاصوص نوريكم كيفاش كنطيبوه. دابا حنا نبداو نطحنو الحوت، نوريكم كيفاش كنطحنو. كنديرو شوية هدا السردين، كنطحنو بشوية بشوية باش ميجيش معجن كامل. كنديرو جريج التومة باش كيطحنو معاهم، وشوية القزبور باش داكشي كيدخل مزيان مع الحوت. بسم الله. ما تطحنش يعني بزاف المتاعي، شوية وصافي. نديرو في الزلافة وديك الساعة نكملو معاكم الطريقة. دابا غادي نزيدو الطبزيرة، زيرة نديرو شوية البزار، نديرو شوية الكمون، شوية التحميرة. اللي عندو التحميرة الحارة يديرها، حنا غنديرو شوية الهريسة. الملح باش ما نساهاش، هادي تيكره تاكل الملح. لا غير حلاه ما كتخرجش، غير حلاه. كل واحد يدير المقدار على حسب اللي كيبغي، كيبغيها حاره كيبغيها شويه. زيدو شويه القزبر، الا لقيتو بان ليكم ما فيش قزبر بزاف زيدو شويه. نزيدو شويه الروز، تقريبا جهد 3 معلقات على هذا الجهد هذا. نديرو ني كيطيب راسو، كيطيب في الماء زعما مع الكبسه. على الصوص ملي كديري معاه لاصوص كطيب كيجي هو هذاك. ياك ماشي خص الايادي، ندير الايادي. الايادي انا كيعجبني نخدم بالايادي. نديرو الايادي علاش لا. شتي مزيان، نديروها في الثلاجة، نحطوها في الماسور ولا لاصوص. كاين اللي بغا يدير في لاصوص، شوف نكوروها نديروها نحل. لا نخلوها ترتاح شوية تشرب ديك الطبزيرة ديالها العطرية، عاد ديك الساعة نكوروهم نحطوها في لاصوص مما طيبناها. باش ديري الزيت، ندير شوية الزيت العادية شوية زيت العود. شويه باش تحرق شويه ديال الزيت، غير شويه حيت التومه بغيت تتحرق. اه بغيت تتحرق، انا نزيد عليها لاصوص. نزيد شويه ديال الطوماط، اللي ما عندوش لاصوص يشحن مطيشه، يطحن ثلاث طوميشه بحال هكا كيدير. الا كان تيحك هكا تخليها طيب عاد واش كيدير. نزيد شويه القزبر، ندير له شويه الملح حيت الملح ديجا كاينه في الحوت ونطيب بها. شويه الكمون ونطوزها غير قلنا في الحوت، نديروها في لاصوص. شويه
غير شويه حيت كيجيو بوحدهم. شوفي بزاف ديال الهريسه مقيله غنديرو هذا كله دمي زيدي شويه صافي دير غير في الحاره صافي. كتخلو لاصوص طو طيب ها مع هاد الصاد هذاك كيتلف الواحد خلينا نشوف لاصوص طيب اها وديك الساعة نبلو ونزيدو الكويرات ديال الحوت نبلو بما سخون ما سخون طيب يلا نشوف لاصوص طيب شويه نبلو ونوجدو الكواريات نوجدو الكواريات الحوت صافي نديرو يلا دابا غلات غنبداو نحطو الكواري مع فيهم الروز وغيتشربو داك المرق كلو المهم اللي كيعجبو المرقة يدير بالزايد يدير بالزايدية المهم هو خاصو يبدا يرد البال حيت كيتشرب كاين لي بغا يزيد معاها الخضرة ان شاء الله راه غندير طاجين اخر ديال الكويرات نوريكم كيفاش كندير معاها الخضرة والفلفلة بطاطا خيزو خيزو كيجي معاه زوين او الزيتون الزيتون الحامض صيار كلش واحد فليفلة حارة صافي نغطو عليه بواحد الشاطة ونخليو ها هما قرابين يطيبو يطيبو دابا هادي بقاو تيتشربو داك المرق كله وهنايا درنا شوية ديال الشيف دنجال دنجال يفور غنديرو بيه شوية الزعلوك الزعلوك على الطريقة ديالنا ان شاء الله نوريكم كيفاش يلا شنو غنديرو دابا ندير شويه زيت العود شويه الثومه قطع كما بغيتي صغيره بغيتي ديرها ديك الطحاله ديرها كتجي كبيره كتبقى باينه في الزعلوك حيت ديجا حنا فورنا هنا شي وحدين كاين شي وحدين صايلين نحلاهم هنايا وهادي غير باش تطلق في الزيت تعطي الريحه لاكاط شحال مزيان عاد نزيدو عليها الفلفلة وشوية هي الفلفلة شويناها شوف الفلفلة خضرا لي كاين المهم أنا عندي فلفلة حمرا وهادي برتقالية برتقالية ولا صفراء صفراء عندك في الدار ديري الفلفلة كتجي مع زوينة مع الزعلوك شوف الخبز تاعو غنديرو وخبزة غنديرو نزيد الفلفلة نزيدو عندك مجاك سخون لا مسخون نزيدو الزيتو داك الجيل فور نزيدو القزبر تحميرة
هريسه اللي بغا يديرها يديرها، ما يديرها ما يديرهاش. زعما كنا ما كانش انا كنبغي الحرور انا وليلى، ما كانش الحرور ما كاين والو، تقريبا كلشي كيبغي. ما نزيدو ليه لا ما لا والو، نخليو يطيب هاد الما ديالو صافي، نغطو عليه ونخليوه يشحن مزيان حتى لخر، نزيدو عليه واحد جوج معاك لخر. ملحة صافي درناها، ملحة درناها. صافي كنخليوه يطيب هاد المقيشة لي فيه. صافي تيبقى بحال هكا، كيبقى حتى كينشفها ندور المعكوب بحال هكا، اللي بغا يعكو يعكو، لا يخليه يخليه. صافي مناش ودابا راه واجد. غادي ندير الخل دابا؟ اه جوج مرات الخل. اللي كيبغي حامض بزاف يزيد ليه الحامض. صافي صافي، بالصحة والراحة، تنصورو لكم في الطبق.